بو خوتي السلام عليكم. اول حاجه صلي على النبي. ثاني حاجه كم مره فيديو الاخر بس كاينه حاجه شابه يعني كاتبها في التيتر تحته. المهم مع الاخر نحكي لكم شنو زدت بو. اليوم الفيديو يبدا في الصاله ديرات نشوف. نبغي ندير شويه هكذا لي موفمون هادو تاع السايد لافون، ابي ندير شويه سكوات مي يكون اكتيف شويه. هذا اللي شوفو متعب ندخل ديريكت نطري تقبلها واحد 5 مينوت تاع فيلو. هناك
جحنا الليكرز منها فوكسي على الهامسترينج شوية بس كلكم البوان فابلتي في اللاكس ومنها شوفي رقم سي أندي ريفتور مو بلا مندير لها الضغط أي مولح ضغط على الركبة سوى سكوات سوى سكوات ويب أي فارياسيون تاع سكوات دونك هيدا يرسل يشوف مو بعد جيتو وركين سيتس فيلي سيري نشوف واحد من هون كشغل سيري نورمال واجز على روحك انا وشو سيري نورمال دونك اختمه سيري باش توجد المشكلة هنا شو السلام عليكم حالتي شو وجده؟ انا كوبي علي تعال خلينا نشكي نشكي جبت شورت جبت بلاد السروال شورت تاعي طايش ام الكعبة اي باني ناطيني بسروال نحن نخرج به فيا المهم ما كان وركينج سيرس جامي صالح نفرض هنا واحد ترواسيري مي كورال دو سيري ما مليها نقص لي سيري باسكو راه بغا طالع بزاف فوليوم اون بليس مونطيني وقت و تغلق لي الصالة دونك كي نقول نمشي طالع نطول في الصالة مكنش راسي مستحي هذا هي هذا نخدم في الريبرينج تاع سي ويت ريبيتيسيون مابيش واحد يدير بيها هذيك مزال درت بيها يقول نسيو كورسيك هنا سيك عارف كي تخدم الهامسترينغ تاعك شكون ماشي غير تحبط عارف كي تسكوز الهامسترينغ تاعك كي يطلع الفوق هما يديرهم ستريتش شويه شويه الكوادز واحدة باش نوجد روحي راسي تاع الخدمة تكون فيها ربي فور من هم تكون كونسي سيكو لي سيري ديشوفمون مخدومين باش تشوفي ماشي باش تعيط دونك ما كان لا دير كيما راكم مقودين دير لك 15 ريبيتيسيون بعد مثلا البوان اللي يخدم به هو 100 كيلو يدير به كشما دير به كشما 10 والله يخدم به 90 كيلو يدير به 8 بلاصة تكعرك ما عادش خليك تخدم مليح سيدي شوف كيما لي شوف مو ماشي باش تعيي روحك جامي تعيي روحك سيدي مريكلا مريكلا واش راه مي ضلي عليها انا كبنعو كاين حاجة بالك تشوفوني نتعصر في السير دي شوفو ماشي معناتها بلي مانيش قادر لها سي جيست كيما قلت لكم قبيل لازم تعمل سير دي شوف مع الاساس سير نورمال تمد لها كامل الفوكس تاعك عندي غير فور رابس في الراس باي زون روح من اللور طلع لي منا طلع لي من كوتي كيما تبغي جبت لكم السبوت المحبوب بعيد شحال طويل انا ندير غير وحده هو كل سات برك شويه لا فدي هنا زوج توقع ندير غير سيري واحد كلش يسكت في اللعب عليها Oh.
شو مرة بعد من عمري 3 حطي هنا في الفيديوز اكشن هنا في الفيديو سيري ما عندي سيري حتى انت مش عليكم فهم ضان هذا الشغل الوحيد اللي نقص منه بزاف الفوليوم هو مالكس كي مسكيبي طوشه في هاي اخو اتش اول قاعد امه باسكو شتا خوتي ما نفزد سيري هنا ما احنا سكيبيها باسكو راح الحال وانا حنخدم شويه فوبرا زيد سيري راه زوجنا هنا في اللاكرز مي وانا متكسل فوق ساعه ستراتش اكثر سينو ما ديش كونسيل عندي باسكو انا ديجا جينيتيكمون لاكس تاعي كبار كل مد الكونسيل عندي سي تي في تي مثلا هذا الاكسس اللي في بلاصتو مثلا ستيف لك دات ليفت والله باسكو حيكون افيكاس اكثر مد لك ستراتش شباب وحيكون كومبوند موفمنت تاعها مليوري فيه سينو الباقي تقدر تخدم كيما انا باسكو كلش تقدر تقول اوبتيمال ليبرتروفي مسكينه هذه هي مش قادره تحرك خوتي الله العيد الرب شوفوا هنا هذا واحد الوقت تخدم فيه بالايجو بزاف ما ندير هكذا الداخل ما خرجش عليا كنت خمارنا خير وين نديرو سيري تشوفو بعد نصبو شوف اخواتي نخدم عنده راه يسلك فيها باش ما تقولوش هو يخدم باطل راني نصاب دكتور روح لك شو اسمي صح ذو يا شباب خوتي هذا المبنى بيني اكزامبل من الاولى تاع الفطور يكون فيها كارب لا باستا شغل كومبلي هنا خضرة ودجاج ما فيها لي فيبر المهم الريبا الاول حابة تكون فيها كلش لي فيبر لي فيتامين الكارب بروتين فاتس كاع الريبا الاول يكون طالع في الفاتس بزاف وفيه النيوتريمون بزاف هذا اللي تبروفيتي تاكل شغل لي كومبليمون تاعك كيما مثلا دي 3 اوميغا 3 باسكو لازم تاكلها في الريبا في نص الفاتس فيتامين سي ملتي فيتامين كيما نكون نحشو فيتامين كي فيتامين تاعي وفيتامين سي المهم الريبا الدوزيام كيف كيف سكالوب على جال البروتين انا اليوم سخفت ندير شوي كارب درتو بالفريت هذا ما كان هذه الريبا نحط لكم بعد لونطريمون بصح اليوم مجرد ريبو مي شغل نفس الشيء المهم بعد لونطريمون سي فوكسي ثاني على البروتين بزاف وعلى الكارب خوتي الفاينل برودكت مش نورمال ديك الفريت لي كريسبي هايل سكالوب ستاشوي خضرا جال لي فيه برو يزيد يستعمل تاع خيي خوتي احولي ال فيفوريت سورس تاع كارب تاعي هي الفريت يودي المهم هذا هي شو هذا هو ليكزومبل تاع الماكلة دابا نزيد لكم بعد الربا الاخر تاعي وانا بغيت ندي كونساي اوكي اذا انت تونطريني بعد تراويح مليحة تزيد ربا واحد اخر باش نكونسيك بالربا اللي ديرو قبل لونطريمون هذا بك الربا الاول نفس ليكزومبل تاعي شغل فيه كلش فاتس الكارب الصوالح هذو الربا الدوزيام اللي راح تاكلو قبل لونطريمون سي خليك شراسه خفيفه مثلا رايس كيكس هذوك
الكيكس تاع تاع الروز نايا عصير كيما قال تكون فيها كارب شباب تحب تزيد سمح لي تحب تزيد سورس تاع بروتين باغ اكزومبل كيما لاواي والله منها طلعت شويه لي بروتين منها ما تجينيك شي كرشك بزاف وبرصابي هي كي تروح عاود دير ريبا تاع خو شباب يكون فيه كارب بروتين فاتس باسكو انا ثاني فاتس تاعي بالك متولهمش مليح مي ندي السورس تاعي تاع الفاتس من الزبده ثاني اللي نطيب بها والله الزيت والله الانسان ما نحسبش هاد الصوالح والله من داك السناك هذوك تاع المكسرات والحوايج هذو وعلى كل حال ما نحسبش لي كالوري دونك يعني ما نحطلكمش شنو ناكل في نص النهار باسكو يعني كنكون قاعد ناكل دقله نخرج مع صحابي نضرب تشيز كيك كون قاعد دور ناكل ما بيش انا الالمون الصوالح كيما هذو مي هذاك الشغل لي برانسيب هذا هي بعد بالك نزيد روبا يكون فيه بيض سوس تاعك ما تكونش بزاف بالك يا ربي سلايس وحده تاع خبز والله شويه ثاني الخضره هذا الصالح هكذا كومبلي فيه فيه فاتس فيه بروتين هذو ما يركز عليهم بزاف في السحور شويه تاع كارب لي فيبر ولي فيتامين و هذه هي عندي واحد 60 غرام تاع واي بروتين شباب بعد لونطريمون سما فيها واحد الابري واحد 40 غرام بروتين و 50 غرام بروتين اليوم كيما رحت الصاله باسكو كنت نشرب الصاله اللي ما شربتهاش سينو في الايام العاديه نشربها هكذا الطوطال تاع لي بروتين يكون يدور في 60 100 غرام المهم خلوي وصاي دوك الحق ديال الصالح حنا نجيب واي نجيب واحد يكون بالا تاع بري ورك اوت تاع توتال وورد نحط لكم فوتو تاعها من هنا من عند اي سي سوبس اللي نخدم معاه انا بيرسونيل مود راح يكون برودوي اوريجينال ما تخافش من هذا الجيف واي راه من عندي ماشي من عنده بس من عندي وراهم حاطين ثاني جيف واي واحد اخر تلقى في لاباج تاعهم تاع الانستا راهم حاطين بيبليكاسيون وانا درك نكتب لكم لاباج تحت في الديسكريبسيون ادخلوا ليهم هكذا تكون عندك شونس اكثر انا عندي واش لازم ندير سيكو تكومونتي باك في الفيديو هذا شغل شغل ما بيا زعما نطلع الفولورز ولا ما بيا غير شكر ليكم برك سما شو ماكش غادير حاجه اللي حتفيدني انا حت كومونتي برك بعد طحت فيه بصحته تسمح يكون كادو وحظ موفق للجميع وش راجبكم الفيديو وهذا هي وجه